تعلم احمد وساره انه حلم انشاء استاد النادي الاهلي هو حلم بالفعل كان يراود الجماهير الوفيه والكبيره من المحيط الى الخليج. الان يمكن القول ان هذا الحلم اصبح حقيقه بعد الانتهاء من كل الموافقات، وده الخبر الحقيقه او المشروع اللي سعى فيه مجلس اداره النادي الاهلي على مدى 3 سنوات برئاسه الكابتن محمود الخطيب. برضه التفاصيل اضع حضرتك فيها، عقد مجلس اداره النادي اجتماعا مساء اليوم برئاسه الكابتن محمود الخطيب لمناقشه العديد من الموضوعات الخاصه بالنادي. خلال الاجتماع قدم الكابتن محمود الخطيب الى مجلس الاداره تفاصيل الخطوات العديده التي قام بها على مدار الشهور الماضيه وتواصله المستمر مع الجهات المسؤوله التي اثمرت عن حصوله على الموافقات اللازمه بخصوص انشاء استاد النادي الاهلي على ارض النادي بمدينه الشيخ زايد. وكشف الكابتن محمود الخطيب عن التعاون الكبير واللامحدود الذي لاقاه من المؤسسات الوطنية بالدولة، والذي بدا واضحا وكبيرا في دعم الرياضة المصرية وتذليل كل العقبات ومساندة كافة الأندية والكيانات الرياضية ومن بينها النادي الأهلي، الأمر الذي ساعد في إنجاز هذا الملف والحصول على الموافقة النهائية. وبعد اطلاع المجلس على ما قام به السيد رئيس النادي طوال الفترة الماضية من إجراءات في اتجاهات مختلفة، ناقش المجلس الخطوات الفعلية والتنفيذية القادمة للبدء فورا في تحقيق حلم ملايين الأهلاوية. وبالتالي قرر النادي وضع حجر الأساس لاستاد النادي الأهلي بالشيخ زايد يوم السبت المقبل 1 مايو الموافق 19 رمضان بإذن الله. وبالطبع حرص مجلس الإدارة على إرسال برقية شكر وتقدير للسيد الرئيس، نصها كان الحقيقة بالإضافة للبيان اللي صدر إنه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس الجمهورية، الشكر جزيل وموصول على الدعم الدائم للحركة الرياضية بكل مؤسساتها ومن بينها النادي الأهلي الذي يجدد العهد على دعم الدولة ومؤسساتها وبذل أقصى جهد لتحقيق كل الأهداف الوطنية. زي ما قلت لحضرتك يا أحمد، دول الحقيقة كانوا أبرز خبرين وأبرز ملفين، وهم موضوعين في غاية الأهمية بيمثلوا الحقيقة نقلة كبيرة جدا ما كانت طبعا لتحدث إلا في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحقيقة بفضل جهد الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارته. كان في قرار أخير اتخذ في هذا الاجتماع أيضا بخصوص مضاعفة مكافآت الفوز الخاصة بكأس كرة اليد، تقديرا للجهد الكبير اللي بذله الفريق الاول لكره اليد بعد فوزه ببطوله كاس مصر، والحقيقه تحقيق نتيجه كبيره في مباراه الزمالك بالامس. وكان الكابتن محمود الخطيب طبعا التقى فريق اليد وهنأهم على هذا الامر وخد قرار مجلس اداره بمضاعفه مكافآت الفوز. كل التحيه والتهنئه لجمهور النادي الاهلي ولكما وانا تحت امركم في اي شيء. طب كده احنا خلصنا او انتهينا من الناحيه الاجرائيه زي ما فهمنا طبعا من بيان النادي الاهلي، وكده معانا كل الموافقات الرسميه المتعلقه ب البدء في انشاء الاستاد الجديد، مظبوط دكتور شريف؟ صحيح يا احمد، كل الموافقات تم الحصول عليها، يعني انت معاك رخصه مباني دلوقتي ان صح التعبير طبقا للتقاليد والاعراف والقوانين المصريه، وبالتالي الخطوه الان في ملعب مجلس اداره النادي الاهلي بعد ما يضع حجر الاساس يوم 1 مايو، بالتاكيد في خطه لدى المجلس ولدى الكابتن محمود الخطيب هيعلن عنها بشان التمويل والجدول الزمني المقرر الانتهاء منه من الملعب، واذا كانت مدينه رياضيه وحجم المنشات، كل ده الحقيقه النادي الاهلي هيعلن عنه ان شاء الله بالتزامن مع وضع حجر الاساس يوم السبت بإذن الله 1 مايو. إن شاء الله بإذن الله، ويكون حاضر طبعا وموجود معانا على شاشة قناة النادي الأهلي عشان كل الملايين من عشاق النادي الأهلي يتابعوا لحظة أعتقد أنها تكون تاريخية إن شاء الله، وبتكتب سطر جديد وخطوة عملاقة في تاريخ المارد الأحمر النادي الأهلي. صحيح، أنا بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق الحقيقة. بشكرك شكرا جزيلا دكتور شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي، وإذا كان عندك وقت ممكن